يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راح نحكي عن الاتصال على فتره، وهو امتداد لدرس المره الماضيه. الاتصال عنده نقطه، راح تلاقونا بنعيد نفس الكلام اللي قلناه في اتصال عنده نقطه، لكن خلينا نتفق على هذا. هذا سؤال سهل جدا، السؤال اللي قدامكم هذا سؤال مباشر وسهل جدا. الان كيف نكتب الحل؟ هنا مهم جدا الكتابه. سؤال مثل هذا إذا جاء بالوزارة بتلاقي عليه 16 علامة هسه على النظام الجديد، أو 8 علامات على النظام القديم، يعني المكان اللي كانوا يجيبوا عليه تقريبا 8 علامات. سؤال زي هذا حاليا قاعدين بيحطوا عليه 16 علامة. طيب كيف أكتب الحل؟ أول دكتور نشوف المساواة صح؟ نعم نطلع على المساواة. لحظة شوي خلينا نتفاهم أول شيء. أيوه تفضلي. أنا حليت قبل شوي إني حطيت القواعد ونقاط التحول والأقراص اللي بعثت قبل شوي على الجروب. ما شفتوش. طيب كويس، برافو عليك. هسا قارني معانا خلينا نشوف، وراح أحل الأسئلة اللي ودتنا على الجروب كمان. طيب خلينا نتفاهم عليه، بس إنه هذا الشرح تاعي، هذا الكلمتين تحملوني بس أقولها. الآن لو كان قاف سين في عندك هون صحيح أو مطلق أو إشي بده إعادة تعريف، أول شغلة بتسويها شو هي؟ بالضبط. هذه شوفوا المطلق والصحيح وغيره، يعني وين ما شفته في مادتنا أول خطوة بدك توريني خطوة إعادة التعريف، بدي أشوفها كاملة. بعدين بتبدأ عملية البحث. هون ما في إشي نعيد تعريفه، صح ولا لا؟ صح، هاي المباشر نعيد تعريفه خلاص. طب إيش مجالك هون؟ مجاله إيش؟ ها لو انا بدي امثل هذا الاقتران على خط الاعداد راح يكون شكله هيك. طلع كيف هاي خط اعداد، خط زي اول الصفر على يمين الصفر مكتوب 5 س زائد 7، وعلى يسار الصفر مكتوب س تكعيب زائد 5. مزبوط الحكي هيك ولا لا؟ مزبوط. هذا مش هاي الخطوه، مش خطوه هاي، هذا اللي انا كتبته مش خطوه، هذا بس مجرد توضيح شو معنى التشعيب اللي قدامي، مش اكثر من هيك. الآن إيش الحل؟ إيش بدي أسوي في الحل؟ الحل أولاً أبحث ما بين الفترات، سموها ما بين الفترات. البحث الثاني اللي بدور عليه اللي هو نقاط التشعيب. طلعوا كيف بكتب يا جماعة، شفتوا أسامة شو بكتب؟ الخطوة الثالثة أو الفكرة الثالثة بتدور لي عليها نقاط الأطراف. دائما البحث على فترة أو على المجال يتطلب منك أنك تدور 1 2 3. لازم أشوف في التقرير تاعك 3 خطوات. الخطوة الأولى نبدأ إيش قصدنا بين الفترات. يعني هنا لاحظ عندي أنا من صفر مفتوحة إلى ما لا نهاية الاقتران. شو نوع الاقتران؟ نوعه ايش؟ فبقول قاف متصل. طلع كيف بكتب يا اسامه؟ قاف متصل لانه كثير حدود. بنعرف انه الخط نوع من انواع كثير الحدود، اذا هاي النقطه الاولى. تمام، كاني قلت انا انه الاقتران في الفتره من صفر الى ما لا نهايه ماله متصل. سؤال، هل بحثت عند الصفر انا هيك؟ لا. الجواب لا، لان عملته مفتوح. اللي وراها لسه ما خلصناش بين الفترات، من سالب ما النهاية، أو إذا بدك تكتب كتابة رسمية بتقول في الفترة من سالب ما النهاية إلى صفر مفتوح الاقتران متصل، لأنه يعني شوف بحكي العبارة، بقول القرار إنه متصل، وبقول ليش؟ لأنه كثير حدود. أنا خلصت هيك بين الفترات. تمام يا سيدي. الآن نيجي على نقاط التشعب. كم نقطة تشعب عندي في المسألة؟ واحدة. بنعيد عليها نفس الفيلم اللي سويناه تاع إيش؟ بحث الاتصال عند نقطة. يلا سؤال في أسامة. قاف الصفر. قاف الصفر. 5 فوق. فوق عند اليساوي. صفر تكعيب 5 5. لا هسا شو بدك تكتب؟ احكي لي شو بدي أكتب. هسه نهاية قاف نهاية السين تاول الصفر يسار واليمين، يمين ويسار. أول شيء من اليمين خلنا نأخذ
هذا اول شيء من بلد من اليمين. يلا 50 زائد 7 زائد 7 7 7 وبدنا من اليسار نفس الشيء فوق 5 بالضبط. ممتاز. من يسار ل س تكعيب مش هي هيك؟ س تكعيب زائد 5 نهايه غير موجوده 5. ايوه نقلني النهايه. النهايه غير موجوده لما س تقول لصفر لقاف س غير موجوده. طيب خلاص هيك لا لسه من قائم قاف الصفر مع شو اسمه مع النهايه. غلط اسامه. اسامه النهايه طلعت غير موجوده ما بتقارن. خلاص لا ما خلصت احنا شو لا حاسس نكتب الاقتران غير متصل. ايوه بدنا نكتب لانه السؤال ابحث الاتصال. انت ما قارن غير متصل س صفر. اذا قاف غير متصل عند س يساوي صفر يعني هاي العباره شايف قاف غير متصل عليها علامه هاي بعرف يعني علامه واحده يعني علي يعني عليها لها وزن يعني لازم تنكتب. طيب الاطراف طبعا. الاطراف عندنا غير متصل فيش داعي نكمل ما في اطراف لانه ماشي من سالب ما لها ما لا نهايه فبطل في اطراف. شايف طلع هالسعيات سؤال لو جبت لك انا مساله مثل هذا مثل هذا السؤال هذا شو فيه صعب ولا شيء هذا سؤال مباشر سكير سهل. طيب ليش الطلاب بيخسروا فيه علامات هذا النوع من الاسئله؟ بكتبوش كامل. ما بكتب كامل. ما كتبتش كامل بروح منك علامات بتخسر. وصلت؟ طبعا هون في هذا السؤال ما في داعي اصلا اكتب كلمه الاطراف نهائي. السبب؟ النحاق صح؟ ما في اطراف. دائما الاطراف ما فيها. هذا السؤال ما في اطراف. نشوف المثال اللي بعده على السريع. يلا نقلوا لي انتوا شو اكتب. شو اول خطوه كتبتوا لازم تسووها؟ تطلع على الاقتران، هل في شيء بده اعاده تعريف ولا لا؟ هاي تربيع نص متقسم. ايوه معناته يا غسان هذا السؤال مبرشم شوي. مش سالك يعني. يلا نحكي. اذا الحل اول خطوه بدها تكون عمليه اعاده تعريف. هاي الخطوة ما تعمل لي اياها براسك شفوي وتقول لي ماني عدت التعريف. بدي اشوفها مكتوبة. كيف يعني اشوفها مكتوبة؟ يعني بدي اشوفك كاتب هيك انا. قاف س يساوي س تربيع ناقص مطلق س على س اثنين. هون بتقول لي لما س لا تساوي صفر. هون بتقول لي لما س تساوي صفر. هاي اول خطوة. كمل. بنعيد تعريف الس بنشوف هذا كانت أنا راح نجيب أكبر وأصغر صح؟ ممتاز برافو عليك. هذا يا سيد أسامة بدي أشوفه مكتوب. بعرف. يقول لي شو أكتب؟ أنا هالسيئات ما فهمت عليك أنا إنه بدنا نعيد تعريف المطلق. وخاف الله إعادة التعريف المطلق هي سهلة جدا. شو اللي بيخلي المطلق صفر؟ صفر. ممتاز. على اليمين سين وعلى اليسار سالب سين. هسا نقلب سين. إذا من صير سين تربيع ناقص سين. ناقص واحد. ناقص واحد صح. لما سين اقل من صفر. اكبر من صفر. اقل بتسين. لا حطينا سالب. اقل. السالب هاي من السؤال نفسه. لما تحط هون اسامه بدل مطلق سين سين معناته انت في المنطقه الموجبه، في المنطقه هاي الاكبر من صفر. فاهم على شو؟ تمام. لما تقول س على س تساوي واحد مظبوط؟ انت في اي منطقه عوضت مكان المطلق س؟ في المنطقه اللي اكبر من صفر. اكبر صح صح اكبر من صفر، اذا بحط اكبر من صفر بتعرف لو عكستها بحط له غلط. بعرف. يلا اللي وراها شو بدنا نحط؟ س تربيع زائد واحد. س تربيع زائد واحد. لما س اقل من صفر. بيان فهمت سوينا هاي الخطوه؟ هاي بالضبط. واضحه. هسا شايفين هاي الخطوة هاي كلها هيك على بعضها اسمها إعادة التعريف. طب بصير إني ما اكتبش هاي الخطوة واكتب هاي بس؟ الجواب بصير.
يعني ما عملتش مرحلتين، عملت مرحلة واحدة، عدت التعريف مباشرة وكتبت الخطوة النهائية هاي 100% كلامك. لكن أنا بفضل إن أنت تكتب الخطوات، بفضل تكتب الخطوات. يلا الآن بدنا نبدأ البحث، كأنه السؤال بلش من جديد. شو أكتب العنوان هون؟ بالفترات. وهاي بده بحث لحاله. وبعدين نقاط تشعيب، نقاط التحول أو نقاط التشعيب. في أطراف؟ لا خلص. إذا إحنا بس بدنا نقلوني شو أكتب كلمة بين الفترات، شو أكتب؟ أول شيء سين أكبر من صفر. لا بين صفر و يعني قول هيك طلع غسال، طلع كيف بكتبها؟ في الفترة من صفر إلى ما لا نهاية، من صفر مفتوح إلى ما لا نهاية الاقتران. أيوة إيش نقل؟ ما تصل لأنه في الحدود. بس انتهت القصة، هاي أول نقطة. يلا النقطة اللي وراها، يلا عيد معك. في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى الصفر. أيوة برافو عليك. شو ماله؟ اقتران متصل لنقطة الحدود. اقتران متصل لأنه كثير حدود. وهي نظرية، هاي نظرية، يعني احنا اليوم درسنا عن النظريات الاتصال، كثير الحدود متصل، خلصنا القصة. يلا التشعيب، كم نقطة التشعيب عندنا؟ واحدة صفر. عندي نقطة واحدة قاف الصفر، ببحثها بالثلاث خطوات اللي تعلمناها المرة الماضية. يلا احكي. قاف الصفر يساوي 2. ممتاز. هسه نوع سين تولى للسين الموجب من الصفر الموجب، هو انه الصفر من اليمين، يعني من اليمين. ايش اكتب هون؟ سالب سين سالب ناقص واحد. سين سالب واحد سالب ناقص واحد، هون زائد واحد. يلا هون بيطلع سالب واحد وهون بيطلع موجب واحد. غير موجودة. اذا النهاية لازم تكتب العبارة كلها هيك، نهاية قاف سين لما سين تولى صفر غير موجودة. إذا غير متصل عند السين يساوي. أيوة إذا قاف غير متصل عند السين يساوي. انتهت القصة. أي كلام؟ تمام. يلا. هل في عدد تعريف أكبر عدد صحيح والمطلع؟ أو شيء بقول لك ابحث عن مجاله، بدي أسأل سؤال قبل ما نجاوب. مجاله ايش هذا؟ من وين لوين مجاله يعني؟ ها صح؟ كيف عرفت؟ فش له حدود. ايوه مش قايل من سالب واحد لثلاث مثلا؟ مش معناته عامل اكبر من اثنين واقل من صفر، طب ما كل الاعداد خلص شمل الحاء كلها معناته. يعني السؤال بدنا نعيد صياغته ونقول ابحث الاتصال قاف على حاء. تطلع نفس الشيء. يلا هسه بدنا نحل. شو قلت لي اسامه؟ بين بين نعيد التعريف. عيد التعريف. بس انت تعيد بدي اعاد التعريف شيء؟ لا ما لها دخل. التحت هسه. يلا هات نشوف نعمل خطوة إعادة التعريف. إذا احنا الآن شغلتنا إعادة التعريف. يلا كيف بكتب؟ طول سين في الفترة. الفترة اثنين. من صفر أقل من سين أقل من اثنين. يلا كيف بتعيد تعريفه؟ هسه يعني بنحط صفر بعديها اثنين بعدين سالب اثنين، يعني انه هنا طول الدرجه طول الفتره اثنين، طول الدرجه طول الفتره بيساوي اثنين اللي هي مقلوب معامل سين. طب انا كيف ما هو مكتوب سين على اثنين كيف كتبت نص سين انا؟ نصه عادي لما سين على اثنين نصه. ما بعرف انه نص سين هاي هي نصها هاي. يلا طول الدرجه اثنين. ايوه اسامه خط اعداد بنحط صفر بالنص يمين اثنين ويسار سالب اثنين. صفر ونقطة تشعيب الصفر. نعم صفر نقطة تشعيب. لا ليش؟ لانه بيخلي ما داخل الصحيح عدد صحيح. نص صفر قديش؟ صفر صفر.
ما دام اعطى عدد صحيح معناته نقطه تشكيل. يلا على اليمين بنزيد طول الدرجه، على اليسار بنطرح طول الدرجه. طيب كمل اسامه. بنختار اي عدد بين الصفر وسالب واحد، سالب اثنين، بنختار سالب واحد. طيب انا شو بدي في السالب اثنين؟ انا مش عارف ليش كنت تدور انت بين صفر وسالب اثنين شو بدي فيها اصلا. عادي عشان نشوف يعني العدد البنات. انا قاعد بعيد التعريف بالفتره من صفر لاثنين. سالب اثنين يعني هاي الفتره اسوي حالك مش شايفها بالعربي. تمام. اشتغل مسافه بس. طيب اكبر عدد بنختار عدد واحد. انا فاهم عليك، انت بتحكي صح ترى. بس انا شو قاعد بدي اوصل لك رساله، انه انت الاشياء او الفترات اللي مش داخله ضمن الشغل تبعك سوي حالك مش شايفها. تمام. حط واحد، نص ضرب واحد. نص. نص. شو صحيح النص؟ أكبر عدد واحد. صفر. تمام هيك؟ شو معنى أكبر عدد صحيح النص صفر؟ شو رأيك؟ واحد. طلع كيف؟ اعمل خط أعداد. حط الأعداد الصحيحة عشان أعلمك كيف بحسبها بسرعة أنا. تمام. ماشي، هي سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث. والنص وين واقع أسامة؟ هيو النص. بين الصفر والواحد. أول عدد على يساره. أول عدد صحيح على يساره قصدي. صفر. ممتاز، إذا صحيح النص صفر. طيب إيش صحيح السالب نص؟ سالب واحد. سالب واحد. شو صحيح سالب واحد نص؟ سالب اثنين. يعني دائما وين بتطلع؟ بتطلع على أول عدد صحيح على يسار. تمام. طيب أنا لساته بدي غسان يجاوبني. أنا شو استفدت من إعادة التعريف اللي عملتها؟ شو دخلها بالاقتران؟ شو أعمل بالاقتران أنا؟ حط مكان سين على اثنين، حط مكان صفر. بس معناته هون بدنا ناخذ قاعدة إنه اقتران أكبر عدد صحيح راح ينشطب، هاب راح ينشطب وينكتب مكانه يا إما عدد يا إما تشعيب، يا إما تشعيب. والتشعيب برضه راح يكون أعداد صحيحة. والتشعيب برضه راح يكون إذا كان مضروب في سين برا الصحيح. لا، إذا مضروب في سين اختلف الحكي. بكون مش عدد صحيح. بكون عدد صحيح مضروب في السين أو مضروب في السين تربيع ولا اللي هو موجود قدامك. إحنا هسه قاعدين نتكلم لما يكون عندي الصحيح ماله؟ لحاله. لحاله. إذا أنا راح أشطبه هسه الخطوة الجاية، راح أشطبه وأكتب مكانه صفر. هسه بدي أعيد تعريف مين؟ يلا بيان. سين ناقص واحد. مطلق سين ناقص واحد. إعادة تعريف مطلق سين ناقص واحد. بيان تقدر تساعدينا فيها هاي؟ واحد بالنص. واحد بالنص اللي هو بيخلي المطلق صفر، الواحد. وعلى اليمين شو راح يكون؟ سين ناقص واحد. وعلى اليسار؟ واحد ناقص. واحد ناقص. طب احنا راح ناخذ الثنتين وراح ناخذ واحده منهن. واحده لاقل من صفر لانه. واحد ناخذ واحد ناقص لانه اقل من صفر فوق المجال. احسنت، لانه الصفر وين واقع؟ واقع هون. احنا بدنا ناخذ اللي اقل من صفر، معناته راح ناخذ واحد ناقص سين، معناته راح تنشطب وشو نحط مكانها؟ واحد ناقص سين. واحد ناقص سين. طيب ايش بدنا نكتب هالسياد؟ هاي كلمه اعاده التعريف بهاي الطريقه انت ما بتاخذ عليها الا علامه علامه. ما عاد تعريف الاقتران، يعني لازم اشوف خطوه انك كاتب الاقتران بعد اعاده التعريف. تمام. هاي شيء تكعيب بدي اشوفها. نرجع للسؤال الاصلي. واحد ناقص صحيح بدنا نحط صفر، ومحل المطلق نحط واحد ناقص سين. واحد ناقص سين. وبنرجع بنكتب الفترات زي ما كانت مكتوبات لما سين اكبر من او يساوي اثنين. صفر أقل من سين أقل من اثنين، وسين أقل من أو يساوي صفر. مش هيك هي كانت؟ صح. يلا الآن بدأ السؤال من جديد. شايفين هاي الخطوة؟ هاي كلها اسمها إعادة التعريف. أكتب الدكتور عادي بس أحط معي مقاطع تحويل.
هسه هي بدك تبدي اول شيء بين الفترات وبعدين طبعا مش مهم الترتيب، يعني انت تبدا بنقاط التشعيب بعدين بين الفترات بفرقش، المهم انك لازم هذول اشوفهم نقاط التشعيب. صح، ما في اطراف، ما في اطراف، ما في اطراف. يلا نبلش بين الفترات، نقلوني من فتره من ملن نتنام الى ما لا نهايه مفتوح، مفتوح كثير. اثنين مفتوح الى ما لا نهايه مفتوح. ماله مفتوح؟ ليش؟ لانه كثير حدو حدو. هاي اول نقطه خلصناها. النقطه الثانيه تمام، فتره مفتوحه الاثنين مفتوحه 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 لان عبد صوت عندك كثير سيء، رديء الصوت. بيان ليش مايك اللي عندك مش كويس؟ الفتره من صفر لاثنين الاقتران ماله متصل. ليش؟ انا كثير حدود. يا بتقول لي انه ثابت، برضو بفرقش كثير حدود او ثابت. الاخيره من سالب ما لا نهايه الى صفر. الفتره من سالب ما لا نهايه الى صفر الاقتران قاف متصل لانه كثير حدود. ترى ما حدش يكتب لي على المطلق انه كثير حدود، احنا لو ما عملنا خطوه اعاده التعريف كلامنا هذا كله غلط. طيب هسه نقاط التشعيب شو بدنا نعمل؟ نقطع صفر على اثنين. البحث اثنين يساوي صفر اول شيء. يلا بلش. قاف صفر واحد. نعوض تحت هون. واحد ناقص صفر واحد. يلا نهايه من اليمين. اليمين يصير أكبر من صفر وتساوي صفر. لا صفر وتساوي صفر. النهاية من اليسار. واحد ناقصين يساوي واحد. النهاية غير موجودة. لا صفر من اليسار. اللي هي واحد. واحد ناقصين. تساوي واحد. النهاية غير موجودة. غير موجودة. القاف السين غير موجودة. خلاص هيك؟ لا الاقتران غير متصل. القاف السين يساوي صفر غير متصل عند سين يساوي صفر. خلص خلصنا. البحث عند سين يساوي اثنين. ايوه بدك عند سين يساوي اثنين. خلص طلع عند انه غير متصل. يلا قاف الاثنين هسه. ثمانية قاف الاثنين. ثمانية. السؤال هذا يا جماعه مش مطلوب منه تقول له متصل غير متصل. مطلوب منه تكتب كل هذا الحكي. طب تفرق، هو السؤال ما قال لك قرر متصل غير متصل، هو بقول لك ابحث. تمام. بدك تشوف وين غير متصل. ايوه بدك تعمل تقرير كامل. يلا هسه بدنا نجيب النهايه من اليمين اللي هي لسين تكعيب. هسه النهايه من اليسار. سين تربع ناقص واحد. لصفر. صفر. إذا غير موجودة. غير موجودة. إذا قاف غير متصل. غير متصل عند سين أو اثنين. طلع هذا درس يعني مضمون سهل جدا جدا، يعني كل الفكرة فيه بس عملية الكتابة مش أكثر ولا لا؟ يلا نجعلها. هذا بده إعادة التعريف إشي؟ سين تربيع زاد اثنين؟ لا. لا الصحيح بس هو الصحيح اللي بده تعريف. ممتاز. والجذر هذا بده إعادة تعريف هذول؟ لا لا يعني نخل راجع شوي على الجذر. الجذر متصل في مجاله، يعني المنطقة اللي بيكون فيها ما تحت الجذر موجب، صح ولا لا؟ صح. تمام. طيب والنسبي متصل لانه كثير حدود على كثير حدود. لا غلط يا ست بيان، مو صح الحكي. كثير عدد على كثير حدود لا يعني انه متصل. اصفر نجيب اصفر ال ايوه برافو عليك. الشرط في النسبي اصفر انه المقام ما يكون صفر. نجيب اصفر المقام يعني نجيب اصفر المقام نشوفه المجال. ايوه لانه انت حكيتي قبل شوي بتقولي لي كثير حدود على كثير حدود متصل. لا مين قال الحكي هذا؟
كثير حدود على كثير حدود متصل شرط المقام ما يكون صغر. أيوة شرط المقام ما يكون صغر. يلا إذا بدنا نعيد تعريف مين بس؟ أكبر عدد صحيح. يلا عد لي يا تشوف. صفر اثنان وسالب صفر واحد سالب واحد. سالب واحد. نقول الدرجة قديش يا واحد. واحد. الصفر نقطة التشعيب. نقطة التشعيب. نقطة التشعيب لأن بتعطيك على الصحيح. صفر واحد سالب واحد. بعدين اثنين. ووقف. تمام. طب ليش ما أكمل ثلاث وحط سالب واحد؟ ما هو الفترة من صفر لاثنين. هذول مش برا الفترة شو بدي فيهن؟ يلا أسامة خذ نص بين صفر وواحد خذ نص. اثنين ونص إذا اثنين. اثنين صحيح اثنين ونص اثنين. طب من واحد لاثنين شو فيه؟ واحد ونص ثلاث ونص ثلاث. ممتاز. الآن أنت عد تعريف صحيح سين زائد اثنين. أنا ما بدي هذا، أنا بدي قاف كله. عد قاف بس. يلا نقص. اثنين. بعيد الكتابي من أول. بس احنا من صفر أكبر يعني سين أكبر من صفر أو يساوي صفر أقل صفر من واحد. أقل من واحد. بعدين ثلاث نفسه. ثلاث زي هيك اثنين. صعب صح؟ الحكي صعب بس أنا بدي إياك تكتب صح. أهم إشي كتابة صح. أيوة والله هيك صارت. في داعي إن نحله كامل هذا ولا خلاص واضحة الفكرة؟ واضحة. يعني من سالب ما للنهاية لصفر متصل كثير حدود. في الفترة المفتوحة من صفر لواحد متصل لأنه كثير حدود. لأنه ثابت كمان برضه. الفترة المفتوحة من واحد لاثنين متصل لأنه كثير حدود. طب احكوا لي عنها شو بدكم تقولوا؟ لأنه صار مقام ليس ضمن الفترة. وهذا بعطيك ما تحت الجذر موجب، صح ولا لا؟ صح. أي عدد أكبر من اثنين بعطيك ما تحت الجذر إيش؟ موجب. موجب. لأنه أنت أصلاً لو بدك تبحث مجال الجذر سالب سبعة سابقاً بتحط سالب سبعة وبتأخذ هاي المنطقة الموجبة. إحنا قاعدين نشتغل من اثنين وفوق. معناته هو في المنطقة الموجبة، معناته الجذر متصل. وهذا زي ما قلت مقامه صفر، والصفر ليس ضمن الفترة إذا متصل. طب بعد ما تخلصوا هيك شو بدكم تقولوا؟ حسبنا نقاط تشعب. تشعب في أطراف؟ لا 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 هون ما في أطراف. إذا لاحظوا كل الأسئلة اللي جبناها ما فيها أطراف. الآن هنا فيها أطراف. هذا السؤال فيه أطراف. مجاله لما أقول لك مجاله يعني قصدي فيها من سالب باي على اثنين باي على ثلاث. كيف عرفت أسامة إنه له مجال هذا؟ إنه مجاله بس من هون لهون؟ مبين حسب الفترات. حسب الفترات. طيب هات نشوف. طبعا كمان نظريا نزيد عن النظريات. كثير الحدود شو ماله؟ متصل. كثير الحدود شو ماله؟ خلينا نكتبها. كثير الحدود متصل. رقم اثنين الاقترانات الدورية أو المثلثية اللي هي مين؟ الجيب سين والجتا سين متصل. متصل على حا. تمام. إيش كمان عندك؟ النسبي متصل مع الأقطار. أصفار المقام. أصفار المقام. رقم أربعة الجذور الزوجية. خلينا نقول الجذور التربيعية. إحنا ما نحكيش عن كل الجذور ترى، بس التربيعية بنشتغل إحنا أكثر شيء. الجذور التربيعية متصلة حيث ما تحت الجذر كل الموجب. موجب صح ولا غلط؟ صح. طيب صحيح. ايش كمان طلعك نظرية خامسة المطلق متصل شرط ما داخله متصل.
شفت كيف المطلق؟ يعني مطلق س زائد واحد، مطلق س ناقص خمسة، مطلق س تربيع زائد سبعة، كله متصل. ليش؟ لأنه ما داخله متصل. لو بحط عدد معك متصل. وحط عدد تعريف وحتكتب لأنه كثير حدود. بالضبط، لأنه كثير الحدود متصل، فالمطلق بكذا ما تركبهم بعطيك متصل. تمام. يعني هاي برضو أنه بتساعدني هيك على الفهم يعني. رقم ستة، طلعوا هاي النظرية خطيرة شوي. راح نجيب عليها أمثلة كمان شوي. إذا كان قاف متصلا، يعني جيت بحط قاف، شو لقيته؟ متصل. متصل. مثلا عند نقطة مثلا، وها متصل، فإن ركزوا معي، هاي اللي حكيتها بيان قبل شوي، إنه قاف زائدها قاف ناقصها قاف فيها قاف عليها، هذا بيكون متصل 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 شرط ها لا يساوي صفر. حلو الكلام. لو ركبتم طيب مع بعض، يعني قاف بعد ها وها بعد قاف، لا ما بنعرف. هون بسكت. ما جبت التركيب، ما جبت سيرة التركيب. حتى هذول طلع معي شو النظرية بتقول، الأولاني متصل الثاني متصل الجمع متصل الطرح متصل الضرب متصل القسم متصل شرط المقام ما يساوي صفر. طيب خليني اسرح معاكم شويه هسه عيان. افرض طلع قاف متصل وها مش متصل، افرض طلع قاف غير متصل وها متصل، اذا كلهم غير متصل متصلات. هذول ما بقدر احكم عليهم بعيد دكتور. يعني هسه اذا كان قاف متصل وها غير متصل بتكون الالكترون كله غير متصل؟ لا ما بجاوب. هاي اللي بدي اقول لك اياه. شوف اذا قاف متصل ها غير متصل لا تجاوب على هذول، قاف ناقص قاف قاف زائد ما بقدر اجاوب. تمام. شو اعمل؟ بجمعهم او بضربهم او بقسمهم او بطرحهم وبعدين بجاوب على الجواب اللي بيطلع. فهمت شو بحكي؟ تمام. طيب افرض العكس، قاف غير متصل وها متصل، هل بقدر احكم على هذول؟ لا لا لا. طب افرض قاف غير متصل وها غير متصل، كمان ما بقدر احكم. وهي نفسها يا غسان للتركيب. يعني ما بقدر اجاوب على هذول كلياتهم الا لما اجري العمليه الرياضيه عليهم، جمع بجمع، طرح بطرح، ضرب بضرب، قسمه بقسم، وبس اخلص الفيلم هذا كلياته بيطلع معي اقتران جديد. انا ببحث اتصال الاقتران الجديد. وصلت الفكره؟ يلا خلينا نجرب على هذا السؤال الان. شو بدنا نعمل؟ ما هو بيقول لك ابحث الاتصال على المجال. اذا مو على المجال معناته بدنا نقسمه لكم قسم؟ الاجابه هون ثلاث اقسام. ثلاث اقسام. عادي التعريف. في شيء بده إعادة التعريف؟ لا لا. إذا أول شيء بدنا نعمل البحث بين الفترات. بين الفترات، هاي أول قصة. رقم اثنين نقاط التشعيب. التشعيب أطراف. بالضبط الأطراف. الأطراف رح نحكي شيء جديد هسه. يلا خلينا نبلش. بين الفترات هسه بنقول الاقتران في الفترة قاف، الفترة المفتوحة من سالب باي على اثنين. لاحظوا كيف الفترات دائما بعملها مفتوحة إلى الصفر. أيوة. ماله متصل ولا غير متصل؟ متصل متصل. أصفر المقام الصفر مش داخل. لو تعوض صفر جيب الصفر صفر مش داخل بالصفر الصفر. أيوة برافو عليك. الصفر مش ضمن الفترة لأنه هون أقل من صفر. إذا هون نقول متصل كويس دوري خلص. هاي السبب يعني أنا مش قادر أكتب سبب كامل بس شكله دوري. أو جمع اقترانات متصلة، يعني خمس سين متصل وجيب ثلاثة سين متصل وجيب سين متصل، حسب النظرية جمعهم وطرحهم وضربهم وقسمتهم متصل شرط إن المقام ما يكون صفر. متصل دوري وكثير حدود.
انا استخدمت نظريه هون. طيب كمل. قاف من فتره من صفر الى باء ثلاثه ماله؟ كمان متصل. متصل لانه دوري. لانه دوري وكثر حدود. انت مش كثير حدود اوعك. خلاص قول دوري. نقاط التشعيب. كم نقطة التشعيب عندي؟ واحدة. واحدة صفر. صفر. يلا قول. قاف الصفر. قاف الصفر. نص. واحد ونص. تمام. أعطيني النهاية من اليمين. من اليمين برضه النص زائد جت ثلاث سنين. بالضبط اللي هي أكبر من صفر برضه بعطيك واحد ونص. واحد ونص. اليسار. كيف نحسب النهاية؟ بتقسم على سين. بالضبط بقسم على سين. فشو بطلع معي؟ أنا بدي أشغلها على نظرية على سين. خمسة زائد راح تنكتب هيك صح؟ اه. سين على سين زائد هيك ثلاثة سين على سين على سين على سين. وتساوي خمسة. زائد ثلاث على واحد يساوي ثمانية. يساوي ثمانية. إذا النهاية. النهاية غير موجودة. لما سين تقول لصفر قاف سين موجودة تتعجزوش عن كتابة كاملة. إذا قاف غير متصل سين يساوي صفر. صفر. ظل عندي الأطراف. أول طرف. هي سين يساوي سالب باء اثنين. طلع في الاطراف بنبحث بس صوره العنصر بنبحث النهايه من اليمين بس. ليش؟ انه سين اكبر من سالب باء اثنين بس من جهه واحده. نبحث من جهه واحده لانه الاقتران هيك معرف من سالب باء اثنين الى باء ثلاث. فاحنا سالب باء اثنين بنبحث من جهه اليمين وسالب بس على اليمين فيش شمال اليسار. يلا عوض فنحسبها شفوي. راح تصير سالب 5 باء اثنين. تعوض مباشره قاعد بعوض من فوق صح؟ يلا جيب 3 باء اثنين قديش بتطلع لنا؟ صفر. جيب صفر. لا سالب واحد. سالب واحد. لا غلط. موجب واحد. جيب سالب واحد. ثلاثة باء اثنين 270. دقيقة شوي. سالب ثلاثة باء اثنين 90. قديش جيب ال 270؟ سالب واحد. سالب. وسالب واحد. سالب برا بيطلع موجب واحد. تمام. على سالب واحد. سالب واحد. طبعا هذيك راح تطلع نفس الشيء، صح؟ انا مش مهم شو الجواب، لا تبسطه هون، تشغلش مخك بتبسيط شيء زي هيك. لا توحد مقامات ولا تبسط ولا عبالك. بس طلع الاجابه، احسبها واتركها. القاف طلعت زي النهايه من اليمين ولا ما طلعت؟ طلعت زيها. اذا متصل من اليمين. ايوه يا بيان. بس انت هون حطيت قاف بسالب باء اثنين. مش لازم يكون في عندنا بالاقتران فوق مساواه عنده حتى نطلع. ايوه صح والله كلامك، مش حاطه مساواه، اذا اصلا لا تبحث. انا ما انتبهتش، لا انا بدي اعدل السؤال، بدي احط يساوي عشان اني صح. ايوه مضبوط كلامك. لانه انا بنيت كل حلي على اساس انه مغلقه. لو انه ظل السؤال بالمكان السالب باء اثنين اصلا لا تبحثها بالمره، جيب سيرتها. ما فيش الاطراف يعني. لا في طرف، في طرف الباء ثلاث. لو برضو كمان الباء ثلاث انا مش حاطط لها يساوي. انا ما فيش اطراف. يعني هاي فتره مفتوحه، بس احنا لا بدنا ناخذ سؤال يكون مغلقات. معلش عدلوا عليه خلوه مغلقات. انا مش منتبه ترى انه مش حاط يساوي.
فأنا هنا مجاله الأصل إنه حسب ما كان مكتوب السؤال المفروض فترة مفتوحة. يعني السالب باع اثنين والباع ثلاث أضلاع مش أطراف وما في بحث أطراف. لكن إذا حطيته مغلق وصار إلا أطراف. صار في أطراف. بدي ينبحث. نفس الكلمة برد بنعيدها عمين. أنا باع ثلاث. باع ثلاث. نجيب قاف باع ثلاث. نجيب النهاية لما سين تقول لباع ثلاث من أي جهة؟ اليسار. من اليسار. معناته إحنا راح نعوض هون. يلا. قديت جتا ثلاث ضرب باع ثلاث. جتا الباي زي سالب واحد. سالب واحد نص زائد سالب واحد قديش بيطلع الجواب؟ سالب ثلاث. سالب نص. سالب نص. وهاي كمان راح تطلع لك سالب نص. إذا نقدر متصل من اليسار عند سين تساوي باء ثلاث. قاف. فصل على حاء ما عدا لا لا انسي حاء. لا جيب سيرة حاء. إيه قصدي الاختراع نقدر إلى فترة بمعنى. بس هو زاد باي نص. على حاء يا بيان. الاختران معرف على الفترة من سالب باء اثنين لباء ثلاث بس. ما جبت سيرة حاء أنا في الموضوع. بس هو نص زائد جتا الثلاث سين مش ضرب فتحت تصير سالب ثلاثة اثنين نص زائد نص زائد سالب واحد مزبوط صح 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 فكر موجب واحد لا لا قاف متصل من يسار سمعتيني بين اللي حكيت من اليسار خلاص هيك خلصت البحث انا عمدا ترى غيرت انه حطيته مساوي عمدا ليش علشان ناخذ مساله فيها الفتره مغلقه يعني يكون فيها اطراف شوف الان ابحث اتصال قاف ناقصها تبع السؤال شو بقول لك طبعا على حا يعني لانه احنا قاف بنعرف انه مجاله حا هذا شو مجاله حا برضه حا يعني بدنا قاف ناقصها طيب هسه انت مش بتعرف انه الاقتران الأكبر عدد صحيح بيكون غير متصل عند نقاط التشعيب صح يعني أنا بعرف نظرية عنه إنه غير متصل لما يكون لحاله إحنا نتكلم المرة الماضية أخذنا زيه وأخذنا قاعدة عليه متذكرين لما قلت لكم أعطيني القاعدة وين نقاط الانفصال كلهن غير متصل عند سين يساوي صفر زائد أو ناقص واحد زائد أو ناقص اثنين زائد او ناقص ثلاث الى اخره صحيح ونفس الشيء الثاني هذا المحترم ها كمان مش متصل عند الاعداد الصحيحه يعني هذا غير متصل عند الاعداد الصحيحه وهذا غير متصل عند الاعداد الصحيحه اذا خلص قاف ناقص غير متصل عند الاعداد الصحيحه شو رايكم بالحكي غير متصل ما هو هذا غير متصل وهذا طلع غير متصل خلص اذا الطرح غير متصل ما قلت لنا هاي مش قاعد لازم قاعد يا من هذا بدي اصيدكم انا بدي اشوفكم صاحيين ولا نايمين احنا بدنا نبحث بدنا نبحث احسنت يا اسامه بدنا نبحث طب كيف بدنا نبحث بنعيد التعريف هذا بنعيد التعريف الاول والثاني وبنجري العمليه الحسابيه والجواب اللي بيطلع برد نبحث من جديد طبعا احنا في عندنا خاصيه اخذناها السنه الماضيه انه صحيح خمسة يساوي صحيح زائد خمسة صح هيك احط السين لحال بس هذا الشرط طبعا يعني القاعده بتقول صحيح سين زائد الف يساوي صحيح سين زائد الف برا الالف طلعتها بتاع شرط الف عدد صحيح يعني لو كانت سين زائد 2 من 10 ما بصير تطلع 2 من 10 برا الصحيح فهمتوا على شو بحكي؟ لو قلت لك صحيح سين زائد 1 و2 بالعشرة مثلا هذا لا يساوي صحيح سين زائد 1 و2 بالعشرة ديروا بالكم لازم يكون عدد صحيح لازم عدد صحيح يلا ونفس الشيء سووه مع مين؟ مع سين زائد 12 مع يلا صحيح سين زائد 12 هسه شو بدي اعمل فيهم هذول؟ هاي قاف وهاي ها بدي اطرحهم رقم البعض يلا صحيح سين ناقص صحيح سين رقم البعض 5 ناقص 12 سالب 7
طلع قاف ناقص ها شو طلعت؟ منتصف ثابت، طلعت اقتران ثابت. إذا قاف تمام ناقص ها لسين متصل لأنه ثابت أو لأنه كسر حدود. انتهى السؤال. وهذا مثال قوي على اقتران بيكون غير متصل، غير متصل لما نطرحهم أو نجمعهم بيطلع إيش؟ بيطلع متصل. حلو المثال هذا؟ جميل. واحد قاف سين كثير حدود، هذا متصل صح ولا غلط؟ صح. ها سين مشعب مش كثير حدود. طب خلينا نعمله هيك بالله شفوي، انه ها متصل عند الواحد عند الفترات، الها لحاله، بس الها لحاله متصل عند الواحد غير متصل. نهاية واحد تعب بعطي ثلاث، يعني هذا غير متصل عند واحد. هذا احنا شو بنحكي؟ هو بدي انا ابحث اتصال قاف زائدها، شو اعمل؟ دخل القاف على الاولى وعلى الثانيه. طلع بس انا بدي اعلمكم اياها طريقه عامه صراحه. انا لما اجي اجمع او اطرح او اضرب او اقسم اقترانات بكتبهم كلهم على خط اعداد. كيف يعني؟ اقتران الاول هياته اللي هو القاف، انا سويتك اياها مره قبل هيك متذكر، بس بنعيدها مره ثانيه. قاف ماخذ القاعده س تربيع زائد 2 س لجميع قيم 3 س 3 س، اسف. هسه ناخذ الهاء، الهاء عنده تشعيب، تشعيبه وين؟ واحد. هو ترى مكتوب س تربيع زائد 3 س، تمام الحكي؟ يعني س تربيع زائد 3 س في الاقتران قاف موجوده على طول الخط. لكن هذا عند الواحد، عند الاكبر من واحد مكتوب 3 س، عند الاقل من واحد مكتوب س تربيع زائد 1. صح هيك؟ صح. تكريم قلت لكم احنا ما بنقدر نجري عمليات على الاقترانات الا اذا الاقترانين معرفين على نفس المجال. يعني احنا هسه لو بدنا نعمل قاف زائدها كيف بنكتبها؟ نجمع هذا الجزء مع وهذا الجزء، يعني كل واحد في مجاله. فبصير 2 س تربيع بعد س تربيع زائد س تربيع زائد 3 س زائد 1. هذا متى؟ اقل من واحد. اقل من واحد. لما س اكبر من او يساوي واحد راح تكون س تربيع زائد. ليش هيك عملت انا غسان؟ انت طبعا راح تضبط معاك انك انت راح تجمع هاي للاولى وهاي راح تجمعها للثانيه. بس انا قاعد بسبق لشيء ثاني. افرض الاول مشعب والثاني مشعب. ما مزبوط. لازم تجمع على خط اعداد زي ما انا سويت. وتجمع في نفس المجالات. الان هذه مساله جديده صارت. ابحث عند الواحد، الان ابحث عند الواحد. بتجيب قاف زائد ها للواحد. هاي الخطوة الأولى. نعوض تحت. تطلع سبعة. سبعة بتطلع. نهاية من اليمين ولا يسار؟ يمين، نهاية سؤال واحد من اليمين، أني اليمين. لتحت، سين تربيع زائد 90 تساوي سبعة. سبعة. لاثنين سين تربيع زائد 3 سين زائد واحد برضه بيطلع. ستة، لا. لا ستة. ستة. 12 7. اذا نهايه غير موجوده، اذا غير متصل. بس انتهى الحكي. لقاف زائد ها لسين غير موجوده. اخر كلمه بدي اكتبها اذا قاف زائد ها غير متصل عند سين يساوي واحد. عند سين يساوي واحد. مهمه ترى، دير بالك كويس للتوجيه. طلع الان نفس السؤال بس شو اعطاك اياه؟ مشعب مشعب. شوف انت بسوى انك انت تدور على اتصال قاف. افرض طلع قاف متصل وها متصل، ما في داعي لا تعيد تعريف ولا شيء ولا تعيد كتابي ولا شيء، خلص امشي على النظريه. قاف متصل ها متصل، اذا قاف زائد ها متصل. متصل. واحد مش متصل بدك تعيد تعريف. يعني هون لو مشينا بلدي هيك نمشي على السريع. 9 ناقص 3 6
سالب 2 في 3 سالب 6 معناته قاف مش متصل. اذا لازم اعيد التعريف. يلا خلينا نعيد التعريف على القاف على السريع. شو نقطه التشكيل؟ ثلاث. اذا بنحط ثلاث ثلاث على اليمين شو في؟ سالب 2 س. على اليسار شو في؟ س تربيع ناقص 3. هسه بنعمل لقاف لها هسه نقطة التحول برضو ثلاث. ثلاث على اليمين ثلاث. على اليسار شوف بتعرف هاي غسان شو بتفيدني؟ هاي بتفيدني انا ما بط... يعني افرض اختلفت ال... يعني هون شوف طلع جاي اصغر هون جاي اكبر هون اكبر هون اصغر. ايه طب شو اعمل؟ يعني اجمع الاولى مع الثاني ولا الاولى مع الثالثة ولا الثاني مع الثالثة ولا اني مع مين؟ هيك مدوخ انا. لكن لما تعمل زي ما بعمل انا على خط الاعداد زي هيك لا يمكن تغلط. هسه افرض المساله ما كانت الزائد كانت طرح، بطرح ضرب بضرب قسمه بقسم، يعني مش مهم العمليه شو هي. يلا نعمل خط اعداد لمين؟ لقاف زائدها. هاي راح تصير سالب 2 س زائد 3 وهاي راح تصير س تربيع زائد 5 س تربيع زائد 5 س ناقص 3. السيات هذه هذا شايف الخطوه اللي عملتها انا هاي كلها اعاده كتابه او اعاده تعريف للاقترانين. الان ببدا البحث. يلا قاف زائد ه للثلاث وين بدنا نعوض؟ بتساوي صارت هون يعني بهاي وبهاي يعني بدك تعوض يعني هون سالب 6 وعوض هون بثلاث راح تكون 15 9 هي راح تكون هيك قاف الثلاث زائد هاء الست قاف هاء الثلاث آسف قاف تمام. الثلاث وينها؟ سالب ستة وهاء الثلاث 15 ليش بطلع إذن تسعة. خلصنا أول واحدة. الآن النهايات سين تقول لثلاث من اليمين يعني بدي أعوض بهاي بيطلع سالب 6 زائد 3 9 لا سالب 3 النهاية من اليمين اليسار عفوا بتصير 9 زائد 15 6 ناقص 3 3 ليش؟ لا لا 24 لا 24 ناقص 21 21 إذن النهاية غير موجودة غير متصل عند الثلاث لقاف زائدها لسين غير موجودة إذا قاف غير متصل متصل عند سين يساوي ثلاث سين يساوي ثلاث. نفس الكلام يا جماعة بصير لو كانت المسألة بدل جمع ضرب قسمة اللي بتكون ما بتكون القسمة بضلنا محترزين إنه المقام ماله لا يساوي صفر. هذا سؤال حلو. شوف ها متصل عند الواحد لأنه كثير حدود لكن قاف غير متصل عند الواحد لأنه الواحد صفر المقام بالضبط لأنه الواحد صفر المقام. لكن هل قاف في ها متصل؟ عارفش. لازم نضرب لسه نبحث نشوف. يلا نضرب هاتا نضرب نروح نضرب سين على ضرب سين ناقص واحد كل تربيع. يلا كمل سين على تربيع سين ناقص واحد الكل تربيع سين ناقص واحد الكل تربيع انت اختصر بسوي سين اختصر بصير سين كثير حدود متصل. إذن قاف فيها متصل عند سين يساوي واحد لأنه كثير حدود. أما في حد عنده اعتراض على هذا الحكي؟ لا مبين سهل الحكي مضبوط ولا غلط؟ صح. طيب طلع شو راح اكتب بس عياد السلام عليكم ليش غلط؟
طيب ما هي وماشيين صح يا جماعه، ايش الغلط في الموضوع؟ ما اعرف اقول لكم وين الترك اللي فيها. مش انت لما عدت التعريف او ضربت صارت معاك هيك؟ قال مين سمح لك تختصر؟ ما هو عادي الضرب يا دكتور. لا يا حبيبي، في شرط، لازم ما يكون البص صفر والمقام صفر، حتى يعني انت مسموح لك تختصر. هذا الاختصار اللي انتم عملتوه 100% صح، شرط مسكين لا تسوى واحد. اوسين بتساوي واحد يا اسامه. ايش بصير؟ بصير المقام يساوي صفر. سؤال، لو طلبت منكم تطلعوا لي قاف فيها زي ما هو مكتوب للواحد بيطلع صفر على صفر، بيطلع غير معرف. غير معرف، انت سيبك من صفر على صفر. انا قاعد بدور مش على النهايه، قاعد بدور على قيمه الاقتران. قيمه الاقتران عينك على المقام بس، غير معرف. تمام. ايوه شفت الترك اللي فيها، هاي قويه هاي. القاف فيها غير معرف عند صفر المقام، معناته غير متصل. هو شوف ايش اللي موجود، هذا الشطب اللي طلبناه هو جواب ايش؟ هذا النهايه. النهايه، احسنت، هذا جواب النهايه. النهايه موجوده تساوي واحد، لكن قاف فيها غير معرف اصلا عند الواحد. والشطب هذا اسامه مسموح لي بس اذا كان ضمنت انه سين لا تساوي واحد، والا بيطلع كل شغلي شو؟ تخبيص. خلينا ناخذ هذول السؤالين بس. هاي هذا الدرس ترى بده كمان قاعده، ترى مش سهل يعني، بس احنا مشينا فيه الاساسيات كل انت. المستوى العلمي ممتاز. يلا. هذول اساس الامتحان التكميلي ترى اللي امتحنوه ذيك اليوم ب 4/8 او 3/8 اسف. يلا، إذا كان قاف بيساوي هذا الكلام، قيم الثابت ألف تجعل قاف متصلا على مجموعة، يعني بدنا هذا يصير متصل. ألف. طب ليش؟ المقام ليس صفر. ممتاز، أحسنت. يعني أنا بدي شو قيم ألف اللي بتخلي المقام لا يساوي صفر، يعني غير قابل للتحليل. بالضبط. حلل ليش؟ يعني مميز ثاني، يعني بدك المميز الثاني. احسنت، بدك المميز يكون المميز شو بيكون؟ ثاني. طلع التسلسل. سؤال، منين اجت كلمه المميز؟ هاي اول مره تمر علينا المميز. بتمر عليك المميز حبيبي، لما تشوف تربيعي تعرف انه في مميز. اذا المميز شو ماله؟ اذا يا سلام، حتى نضمن ان المقام لا يحلل، تمام هيك؟ اذا انا مش بدي سين تربيع. ايوه يلا احكي كمل. شو المميز؟ ب تربيع ناقص 4 ا، ب تربيع ناقص 4 ا. اذا المميز نكتب القانون تاعه، ب تربيع ناقص 4 ا ج. شو هي ب؟ اقل من صفر. ب اللي هي الف. الف تربيع ناقص 4، 4 في 1 في 1 اللي هو ألف اللي هي معامل سين تربيع، باء اللي هي معامل سين، جيم اللي هي الحد المطلق. هاي شو معناها تكون؟ أقل من صفر. يلا حل المتباينة أشوف. ألف تربيع ناقص ألف تربيع ناقص 4، ألف ناقص 2، ألف زائد 2. أو هيك بنسجل كم الأسامة؟ كيف بنحل هاي المتباينة؟ ألف ناقص 2 لك تحللها يعني؟ بنحللها. طيب اقل من صفر، بعدين بعدين ما بنحللها، بس مش داعي نحللها اصلا. لا لا بلا، حكوا صح 100% بيحكوا اسامه. كيف بنحل متباينات يا جماعه؟ بما انه الفتره مفتوحه، اذا راح تكون مفتوحه، يعني الف تساوي 2 وسالب 2 والفترة مفتوحة. جاوبني على سؤالي أسامة، جاوبني على سؤالي، كيف بنحل متباينات؟ بنعمل خط أعداد. خط أعداد.
وبنحط الاصفار اللي انت طلعته من المسالب 2 و2 وبندرس الاشاره. شو بنعمل؟ ندرس الاشاره. ندرس الاشاره. يلا حط صفر هون بيطلع لك سالب، هون بيطلع موجب. عندنا الف بين 2 وسالب 2. اذا انا جوابي راح يكون بين سالب 2 و2. سؤال، السالب 2 و2 احطها فتره مفتوحه ولا مغلقه؟ مغلقه. نص مفتوحه ونص مغلقه. مغلقه لانه 2 صفر وسالب 2 اصفار. اذا معناته سالب 2 و2 مش مقبولات. معناته الاجابه الصحيحه وين؟ الف. الف. سؤال، تمام. مطرح من سالب 2 ل2 لان هي اللي بتعطيك المميز سالب. كيف عرفت؟ طلعت الاصفار ودرست الاشاره. جربت يعني عدد بين سالب 2 و2 مثلا صفر، عوضته في المتباين هون بيطلع سالب. اذا هاي المنطقه السالبه هاي المنطقه اللي بدي اياها. تمام الحكي؟ تمام. اجابتي الصحيحه. هسه دكتور. نعم. دكتور اسالك سؤال. هسه اذا كان بالوسط هم سالب على طول ناخذ الفترات المفتوحه. اه بالضبط. ليش؟ لانه انا ما بدي اياه يساوي صفر، انا بدي اقل من صفر. لانه 2 وسالب 2 ناخذها قاعده. اه اعتبرها قاعده. اذا بدي المميز سالب معناته ما بدي لا سالب 2 ولا 2، يعني الاطراف ما بدي اياهم. يعني لا بدي يكون صفر ولا لا بدي يكون لا صفر ولا موجب. لا بدي اياها صفر ولا موجب. هاي اتوقع حليتوها كويس انتم، ما عندكم مشكله فيها. فرضتوا انه صاد صاد تساوي 2 س. لما س تقول لصفر صاد تقول لكم؟ للواحد. للواحد. صارت نهايه صاد تقول للواحد لصاد ناقص واحد عصاد، طيب 2 اس سالب يعني اللي هي 1 عصاد. صاد ناقص واحد، واحد مقامات. نتفضل الواحد صاد تربيع ناقص واحد على صاد في صاد. ايوه. وحلل عبارة تربيعية بتضل صاد تربيع زائد واحد. صاد ناقص واحد في صاد زائد واحد. كيف حللت فوق اللي بالمقام بالله؟ هاي بحط مقامات، مش عندك انت هون بتصير مقام مشترك صاد، هاي كان صاد على واحد صح اسامة؟ اه تمام. بعدين اقول تبادل. صاد تربيع ناقص واحد. تمام. بضرب المقامين في بعض، بعدين بضرب البسط هيك زي ضرب تبادل. هسا المقام هذا وين بده ينزل؟ الصاد؟ تحت. تحت، مع المقام الرئيسي. تمام. صار وعوض. خلص طلع اثنين. اثنين، هاي الجواب. هاي سهلة صح؟ سهلة. سهلة. هسا اخر سؤال. ايوه معاك يا بيان. دكتور تقدر تحط لنا على اللي وديتني امبارح؟ بعد لا هي هين هذول وديتني امبارح. قال امبارح اللي مش اليوم. اسسها واحط لك عليها. هنخلص هذا وبعدين بحط لك عليه. انتم هون غسان واسامه جاوبتوني على هذا السؤال، بس السياد اتوقع لازم تغيروا الكتابه كامله صح ولا لا؟ صح. لازم نغير هالكتابه لانه في فترات وفي نقاط تشابه. بدك تعيد الفيلم كله. انا ما بقول لك عيد لي اياه الي، بس انت فهمت انه ايش لازم تسوي؟ فهمت. يلا اول شيء بدنا نعيد كتابه قاف. طبعا هون هذا الصحيح لانه بالفتره من 4 ل 5 طول الدرجه واحد، معناته بدوش يتشعب شعبتين، بده يتبدل ونحط مكانه 4 صح ولا لا؟ صح. تبغوا ترى هذا سؤال توجيهي، وكم علامه عليه؟ طلع كم علامه عليه كان؟ صح. وبعدين المطلق بده ينعاد تعريفه، شو صفره؟ الخمسه. خمسه. يمين س ناقص 5 على اليسار 5 ناقص س، طبعا احنا بدنا نوصل. يا جماعه هاي خطوه رئيسيه، هاي لازم تنتبه. طيب الان كيف نكمل البحث؟ الفترات. صح. بيقول بين الفترات عنده قاعدة تشيل بريد 5 وعند الأطراف. الأطراف أبعد الستة. عند الستة. لا لا لا. لا مش بس عند الأربعة لازم أبعد. عند الأربعة شو لازم أسوي؟ لازم يعني الطرف اللي عنده أربعة لازم نبحثه. بالضبط. يعني النهاية من اليمين وبدك تجيب قاف الأربعة.
بس هاي الخطوة الأولى لازم أشوف هاي الخطوة مكتوبة ترى. تمام الكلام؟ هسه بيان إيش اللي بتقولي لي عنه السؤال تاع امبارح؟ بعد دائرة. أنا واحد منهم ولا كلهم؟ لا اللي نوجد كنت الثالث اللي هو اني ثلاث أسئلة خلينا نحطهم طيب بس ايش بقول اني ثلاث أسئلة بنمر عليهم على السريع. بس طبعا لما يكون دوائر ما في داعي تعمل تفاصيل تكتب تفاصيل خلاص بدك تكتب الجواب انت صح؟ بينت لا لا هذا الواتساب بيطول شوي فكرت عندي لا لا عندي انا لاني بس افتح الواتساب الواتساب باخذ مو يتعرف على الموبايل ومش عارف ايش باخذ وقت لكن النت يكون سريع يعني ماشي اللي بدك اياه انت اللي هو سؤالها صح هاي داونلود سهلات يعني بنمر عليها سريع بنخلصهم يلا امسك هنا قاف س بيساوي صحيح 2 ناقص س طلع انا بدي اجاوب بسرعه انت كيف اول خطوه بس تشوف الصحيح شو لازم تعمل فيه نعيد التعريف ممتاز هات نعيد تعريفه بشكل عام خلينا نحكي بشكل عام كيف بتعيد تعريفه ندور على قيمه تخليها عدد صحيح صح صفر اعطي محل س صفر مش معطي عدد صحيح بطول الدرجه واحد وعلى اليسار حلو الكلام هيك يعني الصفر واحد اثنين ثلاثة ذول اللي هني قيم أو نقاط التشعيب تاعها الآن ابدأ معي خذي بين صفر وواحد شوفي بين صفر وواحد نص اثنين نص قدر واحد بين واحد واثنين شوفي واحد ونص صفر بتطلع اثنين ناقص واحد ونص نص صحيح النص بيطلع صفر وذيك بتطلع سالب واحد هاي سالب اثنين هاي هاي عفوا اثنين هاي اثنين هاي ثلاث هاي اثنين هاي ثلاث هيك راح يطلع شكل اعاده التعريف هو بقول لي اعطيني قيم جيم التي تجعل النهايه تساوي سالب واحد هاي سالب واحد ان يعني بده الجواب يطلع سالب واحد مين من هذول بعطي سالب واحد الفترة من اثنين لثلاث بس سؤال أخذها مغلقة ولا مفتوحة ولا نص مغلقة ونص مفتوحة شو رأيكم المفتوح عند الثلاث المفروض ومغلق عند الاثنين على اثنين بالضبط لأنه الطرف بده يكون نقطة تشعيب وإذا كان الطرف نقطة تشعيب معناته شو يكون بس يعني له نهاية من جهة واحدة مش من جهتين إذا الإجابة صحيحة بقى ايش هسه؟ لو حلتك متباينة يعني اثنين ناقصين مظبوط انا ما بنصحك يا تحلو كمتباين انا ما بنصحك تحلو كمتباين لو حلتك متباينة بدك تحصره بين سالب واحد وصفر اصغر من صفر ايوه ناقص اثنين اثنين للطرفين اطرح عفوا اثنين من الطرفين سالب ثلاثة أقل من سالب س أقل من سالب اثنين اضرب في سالب س اثنين ثلاث تقلب الإشارة اصفي اللي عندك
صح هيك؟ الثلاثة مش مغلقة، فش مغلقة عندنا، إذا خلص با. لا لا هي مغلقة، شوف هي كمتباينة راح تظلها مغلقة. لكن ليش في النهاية أنا استثنيتها؟ مش نقطة التشعيب شكرا. لأن نقطة التشعيب، لا هي نقطة التشعيب. هي إحنا منطلعش عليها كمتباينة، إحنا منطلع عليها كاقتران. فالثلاثة هي فعليا نقطة تشعيب، لأنك أنت لو كملت لأربعة راح تعطيك هون سالب اثنين. فنهاية من اليمين راح تعطيك سالب اثنين، ونهاية من اليسار راح تعطيك سالب واحد. إذا النهاية الثلاث ليست موجودة، غير موجودة. عشان هيك عملتها بفترة مفتوحة. تمام. طيب اللي وراها هي عن نظرية مباشرة. اقسم على سين. بدون ما تقسم إجازي خالصة. إذا هي اثنين. تصير اثنين على اليوم. على ميم ناقص واحد سوى واحد من خمسة ضرب تبادلي ناقص واحد سوى عشرة معامل سين في البسط على معامل سين في المقام اضرب تبادلي ميم ناقص واحد سوى عشرة ناقص واحد يساوي عشرة إذا ميم يساوي 11 إذا ألف صح اللي بعديها القاطع شو هي واحد على الجتة واحد على جتة ممتاز هاي بتخوفش صح زائد سبعة سبعة سين على جيب باثنين سين سؤال خالص عوض بصفر هون واحد على جتة الصفر واحد زائد وهاي راح تطلع سبعة اثنين سبعة اثنين توحد من مقام تطلع تسعة اثنين بالضبط أو إنك تكتبها 2 على 2 صارت 9 على 2 وإذا بدك 1 زائد 3 ونص 4 ونص ما 9 على 2 هي 4 ونص تتأسف وصلوا زي بيان تمام في حدا مودي لي شيء أمر داخل معانا أنت هاي أمر حال السؤال هياته هاي حلها شايفين كيف حال اللي هي هاي عايد التعريف بس إعادة التعريف يا أمر الأولاني غلط لازم أربعة مش سين صحيح لأن لما بنعيد تعريف وبنكتب مكانه بس ثابت أنا حطيتها خمسة طلعت معي خمسة على ستة آخرش بس هي أربعة هي أربعة ستة هي 4 على 6 مش 5 على 6 انا هيك تخربطت منها دير بالكم لانه هاي الكتابات هي اللي بتضيع عليكم علامات ترى كويس امر حلك ممتاز يعني بده تعديل شوي على الكتابه تعديل شوي على الكتابه يلا يا جماعه الخير كل عام وانتم بخير احنا الاسبوع الجاي يمكن ما تزبطش معنا حصص ما هو عيد هسه جاي صح تواصل احنا ان شاء الله بنضل على تواصل. أنا سلام كل عام وأنتم بخير دكتور. أنتم بخير إن شاء الله جميعاً. يا الله سلام عليكم. مع السلامة.